مشاهدينا اهلا بحضراتكم معنا حلقه جديده من سيدتي، متواصلين مع حضراتكم لمده ساعه تقريبا على الهواء مباشره. حلقه يوم الخميس دايما وكالمعتاد نبدا حلقتنا بمجموعه من الاخبار، وبعد كده عندنا فقره المطبخ، وبعد كده عندنا موضوعنا الرئيسي معانا دكتوره منى مكرم عبيد استاذه العلوم السياسيه. هنتكلم عن يمكن الانتخابات على الابواب، الانتخابات البرلمانيه، الاستحقاق الثالث في خريطه الطريق لمصر. انتهينا من انتخابات رئاسيه وقبليها الدستور، واهم حاجه دلوقتي بنروح لها هي الانتخابات البرلمانيه. هنتكلم عن دور المراه في هذه الانتخابات، حديث هام مع دكتوره منى مكرم عبيد. الفقره الثانيه اللي هي المطبخ، كلنا بنحب المطبخ، بنحب نشوف الاكلات الجديده والوصفات الجديده، لكن الحقيقه هي فقره جميله جدا، وبصراحه انا شخصيا لازم اقول انها عجباني جدا. مطبخ البنات، كتير قوي بنحاول ان احنا نقول يعني بناتنا لما يخشوا على فتره الزواج، في ناس كتير ما بيعرفوش يطبخوا، وتبقى عندنا مشكله، تبقى حاجات كده بتحصل، لكن لما نعودهم من صغرهم ان هم يقفوا جنبينا ويتعلموا ازاي يطبخوا، اكيد حاجات كتيره هتفرق، وكمان بيبقى ليهم متعه خاصه جدا. معانا فقره مطبخ البنات هيبقى معانا بنوته جميله قوي اسمها مريم طارق، عامله لنا اكله حلوه قوي، انا مش هقولها، هي هتحكي كل حاجه. فخلينا كده بعد فقره الاخبار ننطلق كده فقره مطبخ البنات ومعانا مريم. طب خلينا ابدا مع حضراتكم اول خبر في فقره الاخبار. اول خبر بيقول: اكدت السفيره ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمراه خلال مناقشه مقترحات تعديل قانون الاحوال الشخصيه بالمجلس، اكدت ان المجتمع المصري تعرض لحمله نفسيه سيئه استهدفت هدم الشخصيه المصريه من خلال الترويج لعدد من الأرقام والإحصاءات المغلوطة والتي تظهر المجتمع متفكك وترتفع به معدلات الطلاق. وفي هذا الإطار أشارت رئيس المجلس إلى أن الاهتمام الذي يوليه المجلس لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة، مؤكدة أن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2012 أظهرت أن نسبة حالات الطلاق إلى نسبة حالات الزواج التي تمت خلال هذا العام تعادل حوالي 17%، ونسبة الطلاق لعدد الأسر المصرية حوالي 19 مليون أسرة وصلت إلى 8 من 10%، أي أقل من 1% من تعداد الأسرة المصرية، مؤكدة أن هذه الأرقام الصحيحة التي تضحد الشائعات التي يروجها البعض وتدعي أن حالات الطلاق قد وصلت إلى 20% من عدد الأسر المصرية. الخبر التالي هو لصحة أي سيدة مقبلة على فترة الحمل، والحقيقة هي بتعاني من ارتفاع ضغط الدم. في دراسة الحقيقة تقدم بها الكونغرس الأمريكي لأخصائي الولادة والتوليد، أخصائي الولادة والتوليد قدموا بعض المقترحات للسيدات اللي عندهم أو بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم وممكن يكونوا عندهم يعني مقبلين على فترة الحمل. أول في شوية نصايح كده بتتعمل علشان نتجنب مشكلة ارتفاع ضغط الدم مع الحمل. أول حاجة قبل الحمل تكون هذه السيدة بتخضع لنظام غذائي، وبتحاول ان هي مع النظام الغذائي بعض التمارين الرياضية علشان يكون في خسارة كبيرة للوزن. تاني حاجة أثناء الحمل بتتناول أدوية ضغط الدم كما بيصفها الطبيب، أولا تكون طبعا مع طبيب الأمراض ضغط الدم مع طبيب النساء، تقوم باستشارة طبيبها للتأكد من الأدوية دي آمنة، لو كانت بتاخد علاج لضغط الدم آمنة فترة الحمل. تاني من الحاجات كمان تتأكد ان هي لا تعاني من أمراض كلى وتعلم طبيبها بذلك، واي حاجة لو حصل ليها اي علامات او اشارات للتشنج الحملي او اندفاع في ضغط الدم اثناء الحمل، عليها ان هي دايما تكون يعني تعلم طبيبها او تخبره. اخر حاجة في فقرة الاخبار هي بعض النصائح بنقدمها لاي ام يكون ابنها عنده 4 سنين تحديدا. وليه قال كلمة 4 سنين؟ على حسب الدراسة بتقول ان الفترة دي بيبدأ الطفل يشغل في دماغه، بيشغل عقله اكتر، بيكون مثلا ان التعامل معه بيبقى فيه صعوبة شوية، نختار لبسه، نقصره شعره بطريقة معينة، او حتى ابسط حاجه تسريحة الشعر بيكون فيها مشكله او تعب. بعض النصايح هنقولها لحضراتكم دلوقتي علشان اي ام تتعامل مع طفلها في فتره 4 سنين بطريقه امنه. اول حاجه من اول النصايح نحاول ان احنا نسمع جيدا الطفل بيقول ايه، نحاول ان احنا نعرف ايه هو النشاطات اللي هو بيحبها او الهوايات اللي هو ممكن يكون بيحبها ونشاركه فيها، حتى نحاول ان احنا نشوف الالعاب اللي بيحبها، نحاول ندخل اكتر واكتر في العالم الخاص للطفل.
لما نحاول ان احنا بيكون بيعمل تصرف سيء نحاول نعدل هذا التصرف، بيكون بطريقه نفهمه ايه هو التصرف الصحيح، لا نكتفي بالتوبيخ ونحاول مع التوبيخ بطريقه هاديه يكون في عقاب بسيط عشان يعرف ان ده خطأ. نحاول نكون مع الأطفال إيجابيين، لأن بيقال الطفل في هذه المرحلة بيحس جدا بالتصرفات السلبية أو بيحس إن ممكن يكون الأم بتعمل حاجات غلط، فنحاول نكون قدوة إيجابية لأولادنا. لما يغلط الولد أو البنوتة في 4 سنين نحاول نتصرف معاهم، إحنا قلنا عقاب بسيط لكن يكون مع هذا العقاب يكون في صبر وفي هدوء في التعامل. لما يغلط نحاول نفهمه إن الغلط هيكون مقابل ليه الحرمان من حاجة، من سينما بيروح السينما، من نادي، من أي لعبة، فنحاول إن هو يكون في نظام أو سيستم أو قواعد يمشي عليها علشان نحاول إن إحنا نقوم سلوكه في الفترة القادمة أو ما بعد مرحلة 4 سنين. احنا كده انتهينا من فقرة الأخبار، هسيب حضراتكم مع فاصل، وبعد الفاصل هنخش على فقرة مهمة جدا، أنا شخصيا بقى عايزة أخد بقى التجربة دي مع مريم ومطبخ البنات، خليكم معانا.